وضمن تغطيتنا على فعاليات مهرجان ابو ظبي السينمائي بدورته الثامنه، عم نلقي الضوء اكثر على الافلام المشاركه بهالحدث العالمي. اليوم رح نبقى مع تفاصيل لعرض الفيلم المصري القط للمخرج ابراهيم البطوط يلي شارك فيه عمرو واكد وفاروق الفيشاوي ونخبه من الممثلين المصريين. التفاصيل كلها منتبعها بهالتقرير. مرة جديدة يعد المخرج المصري ابراهيم البطوط على المهرجانات، وهالمرة على مهرجان ابو ظبي السينمائي حامل فيلم جديد بعنوان القط. الفيلم عم يتنافس مع 17 فيلم اخر من كافة انحاء العالم على جائزة اللؤلؤ السوداء. فعبر السجادة الحمراء مع طاقم العمل لنعرف تفاصيل اكثر عن هالفيلم كان لنا لقاء معهم. احنا مبسوطين قوي طبعا نبقى التريو دخل لتاني مرة برضو انا وابراهيم وعمرو نعمل ننقل تجربة عايشينها كل يوم في مصر زي ما نقلنا التجربة بتاعت الثورة المصرية الأولانية. ما كانتش الثورة طبعا، كانت أحداث حول الثورة اللي هو حرية التعبير وإزاي الكبت والقمع بيولد الانفجار ويؤدي إلى ثورة. فابتدى يخلق فيلم في كذا بكذا بكذا مدخل. احنا اتحمسنا قوي طبعا انا وعمر نشاركه كمنتجين ونشاركه كممثلين تاني. فكره فيلم القط جات لي بالظبط في اغسطس 2012 وانا بخلص فيلم الشتاء اللي فات. بس هي الفكره انه الالمنتس او العناصر اللي شفتها في الفيلم حبيت اشوفها في فيلم انا بعمله، عشان كده عملت الفيلم ده. وانا عشوائي جدا في اختياراتي، يعني الناس تقول لك انت بتخاف تختار ما بختارش ولا بتاع، انا اللي بقراه بيعجبني بعمله وخلاص، فاهمه؟ ونفس الحكايه الراجل حكى لنا قصه عجبتنا قلنا يلا ننتجها بس كده. القط رجل بلطجي مثل ما بيسموه المصريين ربيان بشوارع القاهره، رح يخدنا برحله للانتقام من عصابه خطف اطفال لتبيع اعضائهم والمتاجره فيها، وبتبدا رحلته بعد خطف بنته. فساد، جشع وفقر، هل رح ينجح القط باصلاح المجتمع؟ اللي صعب ازاي ابقى القط بتاع ابراهيم البطوط اللي هو كاتبه بقى وهو فاهم قصدي، ده اللي كان صعب. ازاي نوصل لشخصيه ترضينا احنا الاثنين، بحيث انا كممثل ابقى حاسنها بتاعتي وهو كمخرج حاسنها بتاعته برضه. وانا بحب التجارب الصعبه، فانا كنت متابعهم الحقيقه. تجربه بالنسبه لي انا فريده، يعني مساله ان احنا كل حاجه بتتعمل في اللوكيشن او في مكان التصوير، كل شيء التاليف، بس الفكره العامه موجوده اللي احنا متفقين عليها، بنقعد نتناقش لغايه ما نطلع الشخص ده هيتكلم ازاي، لو قابل فلان هيتكلم ازاي، لو فكر دلوقتي يروح حته ايه الحته اللي هيروحها. استقبل المهرجان هالعام عدد كبير من النجوم المصريين والسوريين يلي اضافوا نكهه خاصه على فعاليات المهرجان بأعمالهم وحضورهم. أنا أول مرة بشارك بمهرجان أبو ظبي السينمائي، هي تجربة جديدة بالنسبة إلي، حبيت. وبرأيي المهرجانات موضوع كتير مهم لالتقاء الفنانين ببعضهم أو مع المخرجين أو مع منتجين. أنا أول مرة أجي، بس سعيد جدا أن أنا جيت. يمكن رحت مهرجان دبي كتير، دي أول مرة هنا. في ندوات، في ثقافات، في أفلام، في التقاء، في تقابل، في حرارة مطلوبة مع الفنانين العرب كلهم، لأن ده في النهاية بيترجم للمواطن العربي نفسه. كنت سعيد الحظ السنة دي أن يكون عندي كذا فيلم نازل ورا بعض، إذا كان هنا A to B، لكن كمان عندي الفيلم الفلسطيني عيون الحرامية، في فيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبعد كده هيبقى في أفلام أخرى زي ديكور الأبيض والأسود وغيره. القط بالعرض العالمي الأول له ضمن فعاليات مهرجان أبو ظبي السينمائي، ليكون الفيلم الرابع برصيد إبراهيم بطوط بعد عين شمس، حاوي والشتا اللي فات. الفيلم بعد هالمهرجان رح يجول على مهرجانات عديدة بالعالم. هيك بتكون خلصت فقرتنا، بشوفكم بحلقة جديدة. باي باي. انتبه.
حلقتنا برنامج طموح، ومثل ما الاسم بيدل هو برنامج بحقق طموح الطلاب الأكاديمي والدراسي للوصول إلى تحقيق تطور مهني. هالمبادرة هي نتيجة تعاون بين جمعية أجيالنا وشركة بيبسيكو لتأمين منح دراسية لعدد من التلاميذ. هلأ رح نبقى مع تفاصيل عن العشاء الخيري اللي تم تنظيمه والهدف منه شكر المساهمين لأنجاح الفكرة. إيماناً بأهمية العلم والثقافة للجيل الجديد، خصوصاً اليوم بظل كل الأزمات السياسية الاجتماعية والحروب اللي عم يشهدها العالم العربي، إيماناً بذلك أنشأت شركة بيبسيكو بالتعاون مع جمعية أجيالنا الخيرية من 9 سنوات برنامج خاص للمنح الدراسية، برنامج طموح سعد عبد اللطيف، لقدم لغاية اليوم منح دراسية لأكثر من 2550 طالب بكافة أنحاء العالم العربي. طبعاً أجيالنا السنة بتحتفل بمرور 20 سنة على تأسيسها، ونحن بنفتخر أنه حطينا بصمة بكل المجتمع، واليوم اللي عم نحتفل فيه هو طموح للسنة 9 على التوالي، هو هيدا أحد البرامج التثقيفية اللي أجيالنا عم تدعم فيها الطالب اللبناني. طبعا لبنان بمر بتحديات صعبة، والعالم العربي كله بمر بتحديات صعبة. بيبسيكو كانت استراتيجيتها إنه التعليم هو السلاح الأساسي لتنمية المجتمعات في الوطن العربي. من أول مشاريعنا كان مشروع الصحة المدرسية، وكنا نعنى بالطلاب بصحتهم. بعدين إجت بيبسيكو وقدمت لنا هالمشروع الحلو كتير يلي اسمه طموح. كل ملف بيندرس لحاله، في وضع اجتماعي، في وضع أكاديمي. سنة برنامج طموح سعد عبد اللطيف اختار لبنان لدعم الطلاب من كل الطوائف والمذاهب، فجالوا أعضاء لجنة أجيالنا كافة المناطق اللبنانية والعاصمة، واختاروا أكثر من 212 طالب جامعي متفوق لتقديم لهم منح جامعية تسمح لهم بمتابعة دراساتهم العليا، بالإضافة لتقديم 20% من نسبة المنح لتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة. مشان هيك نحن بحاجة بلبنان والعالم العربي بشكل عام لهالمؤسسات لهالجمعيات تتدعم طموح الشباب، خاصة الشباب اللي الأبواب فرص العمل مسكرة بوجهن. واليوم نفتخر فيها بالحقيقة، من هي رائدة بقطاع الخدمات والجمعيات الخيرية، لأن بالحقيقة غايتها مساعدة المحتاجين وين ما كان. البسمة اللي بتشوفيها على وجوه الأهل أو على الطالب نفسه، الفرحة اللي موجودة، أو وقت بيتخرجوا بيقولولنا قديش هن مبسوطين، ما بتتصوري قدي مهم لإلهم. فعلا من سنة لسنة هدول الشباب والصبايا عم تحسن، والأعداد عم تزيد من سنة لسنة. هلا عرفت كان عندهم 10,000 طلب هالسنة. وأخيرا لشكر كل وسائل الإعلام وكل شخص ساهم بإنجاح برنامج طموح بسنواته 9 الأخيرة. تم تنظيم عشاء خيري بمطعم ليزا بمنطقة الأشرفية، جمع أهل الصحافة والأصدقاء ليأكدوا لهم أنهم مستمرين بعطائهم الوافر ومثابرين بتطوير المجتمع وتسييفه. ومرحب بضيفتنا اليوم معنا بالاستوديو سالي سوايا رياشي، اختصاصية تغذية. صباح الخير سالي. صباح النور. خير واهلا وسهلا فيك معنا باخبار الصباح. يعني دائما مواضيع التغذية حاضرة باخبار الصباح، بس اليوم بدنا نضوي على موضوع ترقق العظام وكيف نقدر نتفاداه، خاصة انه بين سن الست والتسع سنين كل شيء بينعمل، صح؟ مظبوط. ليش؟ مثل ما حضرتك قلتي بدنا نضوي شوي، نسلط الضوء على هشاشة العظام، لأنه نحن ما كتير بنحكي عن هيدا الموضوع، بينما إذا بدك الأمراض اللي بتتعلق بأسلوب الحياة مثل السكري وأمراض القلب نحكي عنها كتير. بقى قيمة المؤسسة الدولية لهشاشة العظام بالتعاون مع نسلي لنشر الوعي لتفادي هيدا المرض، خاصة باتباع أسلوب صحي من تغذية سليمة ومن أكيد نشاط بدني. قبل ما نحكي عن كيف لازم نتفادى ترقق العظام، قديش بالبداية نسبة المصابين بترقق العظام عندنا بلبنان أو بالشرق الأوسط؟ نحن بالشرق الأوسط من النسب العالية، وكمان تبين من الانترناشنال أوسيوبروسيس فاونديشن أنه عندنا أعلى نسب بكسور الورك
على كبر، يعني بقى هي مثل مشكلة كتير كبيرة بترافق لأنه ما في وعي كتير على ترقق العظام، ونفس الوقت صار في نقص غذائي لأنه غذائنا بطل كتير متوازن. بس بعدنا أفضل بالنظام الغذائي من دول الغرب مثلا. صح، يعني أكلنا صح نوعا ما أكتر، هني عندهم كتير جونك فود، بيتزا، نسبة برجر، بدانة، ونحن نسبة بدانة كتير عالية، عندهم نسبة بدانة ونحن صار عنا نسبة بدانة كتير كبيرة. بقى البدانة السمنة بنفس الوقت هي بتأثر، يعني هي دليل على أسلوب حياة غير صحي، يعني نقص ببعض الأغذية اللي نحن بيحتاجها. يعني وقتا نركز على إذا بديك الدهون وعلى السكريات بخف النمط الغذائي اللي هو غني بالحليب ومشتقات وغير أطعمة صحية، وهيدا عم بيأثر علينا على بعدين أنا عم بزيد نسبة الكسور. من هيك تنتفادى لازم نحن وصغار، نحن وصغار صحيح صحيح شو لازم نعمل. كمان تبين مثل ما حضرتك قلتي بدراسات انه عمر 6 سنين كتير كريتيكال او كتير فترة مفصل. حيوية بنمو الاطفال خاصة نمو عظامهم، لانه بهيدا السن بيتولوا تقريبا الاطفال بالاجمال 6 سنتيمتر بين 6 و9 سنوات، بين 6 و9، لا بعمر 6 سنين بيكبروا تقريبا 6 سنتيمتر. بس بهيدي الفترة هي فترة حيوية انه بيتم تكديس الكتلة العظمية بقلب العظام، والهيكل والبنية تبعيتهم بتنبنى بطريقة كتير سريعة بهيدي السنين. فالعناصر الغذائية اللي هن بيمتصها اجسامهم اساسية، وهي بتعطينا انه كيف رح تكون صحتهم بالمستقبل. يعني مثل اي عناصر لازم الاهل يركزوا لاولادهم بهالعمر، هون لازم يكون تشويس او الخيارات الغذائية صحية، ولازم تتضمن 3 عناصر غذائية كتير أساسية لنمو العظام، وهي الكالسيوم، الفيتامين دي، والفوسفور. خلينا نعطي هيك لمحه سريعه، من وين بيجي الكالسيوم، من وين الفيتامين دي، ومن وين الفوسفور؟ اوكي، بهيدا العمر اللي حكينا عنه تقريبا بيحتاجوا ل 1000 ملي جرام من الكالسيوم، ونحن اغنى مصادر الكالسيوم هن الحليب ومشتقات الحليب مثل الجبنه، اللبنه، اللبن. والحليب هون افضل كتير يكون مدعم بالفيتامين دي، مثل مثلا نسلي نيدو المدعم. لا ما فينا نعمل دعايات. اوكي بس عم بحكي على الاشياء المدعمه بالفيتامين دي، وغير من العناصر الغذائيه اكيد اللي بتقوي جهاز المناعه عند الطفل، وفيها بروتين بطريقة مرتبة بتساعد بنمو العضلات كمان. وأكيد إذا بدنا نرفق الترويقة مثلا برقائق فطور مدعمة، نطلع أنه تكون كمان مدعمة أكيد بالكالسيوم والفيتامين دي. بقى هيدا بالنسبة للكالسيوم، نحن بحاجة لثلاث حصص للأطفال، مثلا كبيتين حليب مدعم مع معدل 1000 ملي جرام منها، مضبوط، حصة من الجبنة أو اللبنة. أوكي. أو اللبن. الغداء بالنسبة للفوسفور اللي حكيت عنه، هي موجودة باللحوم، بالدجاج، بالسمك، بالبقوليات وبالبيض. سو البروتينات تبعنا بس بدنا نختارهم للأطفال كمان تكون بروتينات قليلة الدهن، يعني تكون اللحمة قليلة الدهن، الدجاج من دون الجلد، السمك يكون مشوي، وهول كلهم عناصر كتير بتغذينا، لأنه الكالسيوم والفوسفور بيتحدوا مع بعضهم وبيعملوا لنا الكولاجين اللي بيخلي تماسك العظام ببعض البعض. يعني هون خلينا نضوي كمان على شغلة مهمة، إذا عم ناكل اللحم والدجاج لازم ناكلهم بطريقة صحية ليفيدونا. أكيد. يعني مش إنه إذا عم ناكل الدجاج مقلي ما بيفيدنا إذا كان مقلي. مزبوط. ولازم نشيل عنه الجلد لأنه الجلد كمان مضر، كلها فات ودسم منه منيح لنا، وحتى من إحنا وصغار لازم ننتبه على نوعية الفات او الدهون اللي بنفوتها على جسمنا. يعني افضل مثلا البيض يكون مسلوق مما يكون مقلي. اكيد، او اذا مقلي مثلا بمعلقه زيت بيكون منيح. أوكي. هلا في الفيتامين دي كتير كمان مهم، غير بلبنان في الشمس، غير الشمس قديش في نقص بالفيتامين دي، نقص بالفيتامين دي لانه الشمس بطلت كتير فعاله بتكوين الفيتامين دي بالجلد. لا بالصيف فعاله، بس في وقت معين مثلا بين 11 و3 بتكون فعاله اكثر، ونحن بهيدا الوقت بنكون عم نتخبى من الشمس، بتكون مضره، بتكون مضره لغير قصص. بقى هون افضل طريقه ناكل شويه بالغذاء، نقدر ندخل كمان الحليب المدعم بالفيتامين دي او غيرها مثل السموم، مثل السالم، مثل السردين، البيض كمان مصادر منيحه. أوكي. بس هون بس انه نرجع نشجع الاولاد يلعبوا برا، لانه كتير اساسيه انه يلعبوا برا وياخذوا هلا، لانه جيل الايباد والتلفزيون والكمبيوتر صار عم بيلتهي اكثر، يمكن عم على هالسيره على تحب الايباد بالشمس. وهي الشغله انه اذا بدك سيف ذو حدين، لانه مش بس هيك بس كمان لانه قله الحركه هي كمان ما بتخلي الولد يوصل على ذروه الكتله العظميه. يعني هون كمان بنرجع بنقول انه هو سيك الحياه ملتق هيك مترابط ببعضه، انه ياكل منيح، انه يتحرك مزبوط، انه يلعب بالشمس، انه يخفف قعده بالبيت وعلى الايباد، لانه كله مترابط ببعضه بيؤدي الى حياه صحيه. طيب إذا التزمنا بكل هول بنقدر نقول إنه نحن رح نجنب أولادنا أو نتجنب نحن من إنه يصير معهم ترقق عظام بعدين؟ أكيد أكيد، يعني هلأ بدها تكون
اسلوب حياه يعني من صغر لتضلنا ماشي معنا هالعادات على كبر، ساعتها اكيد بنتفادى تراكم. قد ايه الرياضه كمان مهمه لانه العضلات هن بدورهم كمان بيعطوا قوه للعظام. برافو عليك، كل ما نتحرك كل ما يقوى عضلاتنا وعظامنا، وخاصه عم بحكي عن الرياضه اللي بتركز وزن الجسم على الاجرين، يعني هيدي اللي بتقوي العظام تبع اطفالنا، مثل مثلا المشي، الركض، طلعه الدرج، نط الحبله، او حيلا بول جيمز او فوتبول او باسكتبول او غيرهم، الرقص، الجمباز، كل هيدول حتى للسيدات يمكن الجلطات يلي بيصيروا بالاجرين مزبوط، اذا مشينا والرياضه بتحمي. ونحن بنشجع هون اتليست يكون عم بيحركوا الاولاد ساعه بالنهار او 60 دقيقه. يلي بيحرك 12 ساعه بالنهار شو بيكون؟ كثير منيح الابنين ما بيهدى كثير منيح. طيب في دراسة سالي طلعت الأسبوع الماضي، دراسة سويدية عم بتحذر من الحليب، إنه الحليب أكثر أو تقريبا 500 مليلتر حليب بالنهار ممكن يكون سام للجسم، قد إيه هذا الشيء صح؟ يعني قد إيه بنحكي عن إيجابيات الحليب، قد إيه مصدر مهم وغني للكالسيوم، وقديش هالدراسة هي ما بعرف هلا هي دراسة وحدة، يعني دراسة واحدة من أصل ميات وألوفات الدراسات اللي قبل. هلا هيدي دراسة إذا بدك اتبعت أكثر observational، يعني مراقبة، دراسات مراقبة مش دراسات كنترول محكمة. سو نحن أكيد بحاجة لدراسات أكثر تنثبت أو ناقص. بس بيفرق هون إذا عم ناخد حليب كامل الدسم أو نصف دسم، يعني في هالعامل ممكن يأثر؟ نحن أكيد بنشجع حليب للكبار خاصة قليل الدسم أو خالي من الدسم، لأنه الدسم الموجود بالحليب مشتقاته باللحوم أو المصادر الحيوانية هي منها منيحة لصحة القلب وللكوليسترول. يعني لازم يكون الجسم نصف. بس مؤخراً صار في كتير لغط حول المعتقدات اللي عنا إياها بالأكل. مثلاً قد كنا نسمع إنه العسل منيح، كمان طلعت دراسات قالت إنه العسل ما منيح للأطفال اللي عمره تحت 3 سنوات. قديش هالشي مزبوط؟ العسل لأنه تحت العمر السنة الاولاد ما بيقدروا، اذا كان هو فيه سبورز او شيء بيعمل حساسية او بيعمل تسمم عند الاطفال، فالاطفال لانه اذا بديك النظام جهاز المناعه تبعه له منه متطور كثير، تحت السنه نحن ابدا ما بنحبز يتاخد عسل، بس من شان انه لانه ما بيقدروا يصدوا اذا كان في شيء هيدول سبورز موجودين بالعسل. بينما بعد السنه بيتحملوا بكميه صغيره، انه ليش لا اذا شيء بينزاد له شويه عسل ليش لا، يعني بس بدنا ننتبه بغير يعني انه هو بالنهايه العسل هو سكر بسيط ما بدنا ناخد منه كتير، مثل هو السكر بشكل عام أصلا ما منيح للجسم. طيب سألي قديش نحن ملتزمين بالنظام الغذائي اللي ذكرتي حضرتك لنقدر نتفادى ترقق العضل؟ يعني بتشوفي يعني هيك وهيك أيام يعني ببيت واحد بتشوفي كتير عند ناس عندهم وزن زايد وناس كتير ضعاف، يعني حتى بقلب التكوين العائلة عم نشوف هيدا بقى. هون دور الأهل بيجي أساسي إنه يمنح أولادهم خيارات صحية بتعتمد على الخمس مجموعات الغذائية الأساسية، يعني غير عندك الحليب مشتقة واللحوم، خضرة وفواكه أساسيات، يعني على القليل يقدموا لأولادهم 5 حصص من الفواكه والخضرة كل يوم، بس يعني تيكون إذا بدك نظام الغذائي متكامل أكثر، وحبوب كاملة، يعني بلش نعود الولد من هلا ياخذ خبز قمحة كاملة، ياخذ خبز الشوفان، برغل، باستا سمرة، يعني هدول الأشياء بتغذي أكثر وهيك بيكون نظامه الغذائي متوازن أكثر. ما نعتمد كثير على الحلويات وعلى السكريات لأنه بتاخذ محل الأكل الصحي بنظامه الغذائي. مقابل النظام الغذائي اللي ذكرتيه حضرتك، نحن ما بقى في عنا مكونات غذائية صحية كثير، مثلا الخضرة منا كثير صحية بقى لأنه عم تنزرع مع مواد كيماوية بتخليها تكبر قبل وقتها، بتخليها تفقد عناصر غذائية بقلبها، الفواكه نفس الشيء، يعني ما بعرف قد ايه، وإذا بدنا نشتريها بشكل الأورجانيك، يعني كل الأشياء الأورجانيك كمان كلفتها غالية، ما بعرف قديش العالم سهل بالنسبة لها انه تصير هالأطعمة بمتناول ايديها. هلا انعمل دراسات بلبنان وتبين حتى عالميا انه إذا أخذت المأكولات الأورجانيك ما بتغذيك أكثر من المأكولات اللي تاخذيها عادي، من الخضار والفواكه اللي بتاخديها عادي اللي هي ما بتغذي اكثر، لانه ما فيك تعملي كمان كنترول على كل شيء. اوكي عملت كنترول على شو زرعتي وكمان اللي حطيتيها، بس ما عندي كنترول على الجو والاشياء من الجو اللي هي بتاثر او يعني على المي اللي بتصير وجود المواد الكيماويه. اي هون نحن فينا نغسل الخضره والفواكه كثير منيح تناكد انه كل شيء فيرتلايزرز او مواد انشالت عنا، نعقم الخضره والفواكه تبعنا خاصه للاولاد. بس ممكن تكون هي الخضار او الفواكه شربت هالمواد يعني الكيماويه اي بس مش بكميات كثير
عالية. دراسة عملت بلبنان مع تعاون بالجامعة الأمريكية ببيروت وتبين أنه الليفل تبع الكيماوي منه عالي بالنحن الأشياء المشتريه. بس خلينا نقول أنه عن جد الطعم بتفرق. أي أكيد أكيد. الخضرة يعني الشيف الشمس بيقدر غير الخضرة اللي بالخيمة. أكيد يعني اللي بيقدر ياخد أورجانيك ليش لا، بس كمان اللي عم بياخد الأشياء العادية يعني مش عم بينقصوا غذاء. ما عم بينقصوا غذاء بالضبط. طيب هلأ عم نحكي نحن كيف بنقدر يعني نتفادى إذا بدك عواقب تما يصير في ترقق عظام، بس للسيدات بلبنان يلي بيعانوا من هالمشكلة يعني كيف يقدروا ما بعرف يلحقوا حالهم، شو بيقدروا يعملوا تيتفادوا؟ يعني السيدة اللي صارت تقريبا بفترة أوائل الخمسينات شو بنقدر نقول لهم لهالسيدات؟ هلأ هون على إذا بدك على 30 سنة بتبلش الست أو الأشخاص تخسر شوي من الكالسيوم، هون كتير مهم أسلوب الحياة. من 30 ببلش نخسر شوي شوي من الكالسيوم بقلب العظام، فهون لازم كتير ننتبه انه ناخذ هال 1000 او 1300 ملي جرام كالسيوم بالنهار على القليل ثلاث حصص. وفينا ناخذهم كمان مع مكملات غذائيه يعني ناخذ فيتامينات. فينا اذا كان نظام الغذائي منه مدروس ومنه كتير متنوع فينا ناخذ سبلمنت بس بهيدي الحاله. هلا بعد سن ال 50 يمكن فينا ناخذ بس النظام الغذائي المتاخر يلي عم نرجع نمشي عليه ممكن مثلا ياخر من عمليه ترقق العظام. يعني اذا بلشت انا نظم غذائي بعمر مأخر بالعشرين بالثلاثين هالشي ممكن يخليني اتفادى ترقق العظام او خلاص طولي. هو بالطفولة اهم شيء انه تبني الكتلة العظمية، يمكن ما توصلي على ذروتها، سو اذا ما وصلتي على ذروتها رح تخسري من العظام بطريقة ابكر رح يبين معك ترقق بقى. مشان هيك عم ركز انه على صغر نبلش، بس اتس نيفر تو ليت يعني كمان فينا على كبر نضلنا ننتبه ونعمل على القليل بنتفادى غير مشاكل. وخاصة الكبار يعني مش بس الاشياء المشي والركض كمان بيستفيدوا من اذا بدك الرياضة رياضة القوة او كل شيء لصحة القلب كمان. ايه نعم. سالي سوايا ريش اختصاصية تغذية، نحن مشكور حضورك معنا. نفسي. إن شاء الله نمشي على نظام غذائي مثل ما لازم لأنه بالنهاية أطفال بن أجيال يعني. مزبوط. شكرا لحضورك معنا اليوم. يعطيك ألف عافية. ثانك يو. بريك نرجع نتابع أخبار صباح.